عسلامة، أنا نجوى سبيعي، نسكن في سليمان من ولاية نابل، عضو ناشطة في جمعية البيئة والتنمية بسليمان، وإدوكاتريس في مشروع جون دو دريف. احنا كجمعية لاوديس هدف من أهدافنا الأساسية ترسيخ أهمية المناطق الرطبة، خاصة صبختنا صبخة سليمان، كثروة طبيعية وأهميتها في المحافظة على التوازن البيئي. احنا كأعضاء جمعية لاوديس حاولنا نتأقلموا مع الوضع الجديد، صحيح بقينا في ديارنا مي كملنا الخدمة متاعنا، حاولنا نعملوا الريونيو متاعنا ا ديستونس، شاركنا في دي ويبينيير. من الأول كيف جات الكورونا، وخاصة في الأيامات الأولى، العباد مش فاهمة الحكاية، مش حاسة بالقيمة متاع الخطر، دونك وقتها خرجنا وحاولنا نعاونوا بحملات توعوية خاصة الناس الكبار، حاولنا ننظموا صفوف هكاك باش نجموا نتجنبوا الخطر متاع الاكتظاظ، وهذا واجب مهوش مزية. اللي حبيت نقوله في الاخر انه كبارنا وصغارنا امانة، بالتزامنا ومسؤوليتنا نجمو نحميوه.